تخيل يا عمو انت، يعني لو كانت عندك بنات زي هيك، عمرك كنت بالليل هيك تسيبهم يبردوا؟ يضلهم مع الجوع طول الليل يعيطوا، لما يجوعوا ايش يعملوا؟ يحطوا الحرام عليهم عشان امهم ما توجعش عشانهم. يعني انا بالليل بكون جوعانة بالليل ايش، عشان ما يطلعش صوت الجوع عندي في بطني، بطني بضل يكركز بالليل. بحط الحرام على امي عشان ماما ما تسمعش انه جوعانة، عشان ماما ما تتوجعش عليا. بس برضه الحمد لله في غيرنا مش حاسس في هذه النعمة اللي احنا حاسين فيها. انا مش عارفه ليش وجهي بصير فيه هيك، يعني وحياة الله احنا الصغار، يعني انا بجملش حالي، بس انا لحالي في غزه كلها في 100 طفل، اكثر من 100 طفل متصاوب. انا الطفله سما جمال الثلاثين اللي انتشر فيديوها على الفيديو تاعها على كل روابط التواصل الاجتماعي. احنا كنا في مستشفى ناصر الطبي، تم استهدافنا الساعه الواحدة مساء، فقعدت اخواتي الاثنين ومرت اخويا وبنته، واحنا ثلاثه في نواصي خان يونس كنا متصوبين، وانا اصغر واحده في اخواتي، وانا اللي انا اللي مهتمه فيهم كلهم. عمري 12 سنه، شايله حمل كبير. الحياه صعبه كثير عندنا في المواصف، يعني الواحد عمال يا دوب يلاقي لقمه عيش ياكلها او اشي. ماما متصوبه في رجلها بلاتين ومعها جلطه بالدماغ على الزعل اخواتي. انا انسان بهيك يشرب في وجهي واتشوه، ايش ذنب ماما؟